طماطم. قومي بقى يا حبيبه ماما، كفايه نوم كده، خلينا نقوم. يا ماما يا ماما، عايزه انام شويه. لا يلا يلا بينا، يلا قومي بقى يلا عشان نروح نشوف بابا بيعمل ايه. حاضر يا ماما. برضو لسه نايمه؟ يلا قومي، ما تبقيش كسلانه من اولها. صباح الخير يا طمطومه. ماما مصممه تصحيني بدري النهارده. صباح الخير يا بابا. صباح النور يا طمطومه، انت قمتي اخيرا؟ اتاخرتي قوي في النوم النهارده يا طماطم. والله يا بابا ما لحقتش انام، انتوا ليه مصممين تصحوني بدري كده النهارده؟ انا بقى صحيت قبلكم. صباح الفل عليك يا بابا. روحي بقى بسرعه يلا هاتي لي التليفون عشان عايزه اعمل مكالمه مهمه. حاضر. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. اهلا اهلا، ازيك يا استاذ عمر؟ حضرتك كويس قوي انك عرفتني. ايوه ايوه تمام. والله انا لسه بكلم العمال على الشغل بتاع حضرتك دلوقتي. يا ترى بقى الشغل بتاعي خلص ولا لسه يا باشمهندس؟ قدامنا بالظبط لحد المغرب كده يا فندم. يا ده كتير قوي، حاولوا تيجوا قبل كده، انا عندي مشوار بالليل وعايز اخرج. حاضر عينيا الاثنين. طب ادينا بس فرصه قبل المغرب بساعه ولا حاجه. حاضر يا سيدي، هستناكم، ما تاخروش عليا. لا لا ان شاء الله مفيش تاخير ولا حاجه يا استاذ عمر. مع السلامه. لله مع السلامه. بتكلم مين يا بابا؟ لا ابدا، دي مفاجاه بيني وبينك كده يا طماطم علشان ماما، بس اوعي تجيبي لها سيره. الله بجد يا بابا؟ اه والله دي ماما هتفرح قوي. وبمناسبه عيد ميلادها، انت عارفه ان عيد ميلادها بتاع السنه اللي فاتت انا بصراحه ما كانش معايا فلوس وما جبتلهاش حاجه، فالسنه دي هعوضها ان شاء الله وهعمل لها هديه جميله قوي. الله، طب ليه ما فكرتنيش يا بابا، كنت جبت لها هديه انا كمان. والله يا طمطم يا بنتي انا ما كنتش عايز اقول لحد، وكنت هفاجئك انت كمان زيها، بس انت بقى اللي قعدتي تقرريني دلوقتي، وانت عارفه ان انا بضعف قدامك. عارفه عارفه يا بابا. بابا بابا، في حد عايزك على الباب. حاضر يا طمطم، اوعي تكوني قلت لماما. لا ما قلتلهاش والله. اهلا اهلا يا باشمهندس، ازاي حضرتك؟ تمام تمام الحمد لله، ازاي حضرتك انت؟ تمام كويس بخير. معلش اتاخرنا عليك. طمني على الشغل. لا كله تمام والله، بس معلش بقى كان في زفه قدام النادي بتاع الكومباوند هي اللي اخرتنا شويه. ولا يهمك ولا يهمك، اتفضل يا فندم اتفضل. ايه رايك بقى يا استاذ عمر؟ يا سلام يا سلام، اهو ده الشغل ولا بلاش؟ ايه ده؟ لا المطبخ بصراحه المره دي جنن جدا. يا رب بقى يعجب المدام عند حضرتك. هيعجبها ان شاء الله، انا متشكر ليك قوي يا باشمهندس. كده هو تمام وركب ومية مية. خلاص بقى انا مش عارف اشكرك ازاي والله يا باشمهندس، تعالى بقى علشان اديلك بقيه حسابك. متشكر متشكر يا استاذ عمر. ازيك يا منى يا حبيبتي، عامله ايه؟ ها انت لسه لابسه الفوطه بتاعه التنظيف دي، ما خلصتيش؟ لسه والله يا عمر لسه ما خلصتش. ايه في ايه، انت كنت في المطبخ بتعمل ايه؟ ومين الراجل اللي كان معاك ده؟ انت كنت بتغير الانبوبه ولا ايه؟ اه انا نسيت موضوع الانبوبه ده يا حبيبتي، معلش بس خلاص هغيرها لك. حاضر. إيه بقول لك ايه، انا هعمل لك مفاجاه بسيطه كده ويا رب تعجبك. مفاجأة؟ مفاجأة عشان ايه؟ علشان عيد ميلادك يا ماما. ايوه يا حبيبتي ايوه، انت عارفه طبعا السنه اللي فاتت ما قدرتش اجيب لك هديه حلوه، انما السنه دي جايب لك هديه معتبره. تعالي بقى علشان لازم تغمضي عينيكي. كمان هتغمض لي عينيا؟ يا ده باين عليها هديه فعلا جميل. ايوه ايوه طبعا، امال ايه؟ يلا يلا تعالي قبل اقلعي الفوطه بتاعه التنظيف دي علشان ايه، نروح كده بالفستان الجميل الشياكه بتاعنا ده. ايوه ايوه. لا يا ماما الفوطه دي بقى لا متوسخه خالص. حاضر يا ست طمطم، امري لله. ها يا منى اوعي تكوني شايفه حاجه. اوعي فتحي يا ماما ولا تبصي من تحت. لا هبص من تحت ايه، وانا بتاعت الحاجات دي برضو. ماشي يا ماما، هاتي ايدك بقى يا ماما عشان انا اللي هوديكي عند المفاجاه. حاضر يا ست طمطم، بس اوعي توقعيني. لا لا ما تخافيش. ها وصلنا خلاص يا منى، ما تقلقيش. ها يا عمر شوقتوني قوي. هنبدا بقى الاول نشيل البتاع اللي على عينيكي دي علشان تشوفي احنا معانا ايه. انا عارف المفاجاه هتبقى صعبه قوي عليكي. للدرجه دي؟ طيب يا سيدي وريني. ها ايه رايك بقى يا منمونه؟ الله ايه ده، انا مش مصدقه نفسي، معقول المطبخ ده كله علشاني؟ يا لا لا يا عمر، ده انت شكلك مكلف نفسك جامد. طبعا طبعا. ايه رايك بقى يا ماما في المفاجاه الجميله دي؟ دي مفاجاه هايله هايله يا طماطم. يلا يا بابا نغني لماما. هنغني نقول ايه يا طمطومه؟ يلا حالا بلان بلان. يلا غني يا طماطم يا حبيبتي لماما، يلا وانا معاكي. يلا حالا بلان بلان، هنا ابو الفاسد. هي هي هيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاعياد، فليحيا ابو الفاسد. هي يا حبيبتي يا طماطم يا حبيبتي. وادي بوسه جميله. بحبك قوي يا ماما. وانا كمان يا حبيبه ماما. تعالي بقى يا منى يا حبيبتي مفرجك على المطبخ. ايوه يا عمر المتحمسه قوي، وريني بقى وريني. شوفي بقى يا ستي، شوفي بقى ادي الظرف بتاعته،
وادي درج كبير عشان تحطي فيه حاجه. ايه رايك؟ كله ضرف زي ما بتحبي. ايه رايك بقى؟ يا سلام يا سلام، هنا هحط الازايز بتاعه الزيت والسكر، وهنا هحط الرز، وهحط الشاي. يا سلام، وهنا بقى ازايز الخل بقى والحاجات دي. واو، لا لا يا عمر، ده بجد بجد يجنن. والدرج ده للمعالق، الدرج ده جميل قوي، عجبني قوي قوي. اقفله 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 كده. يا سلام، الله، لا لا، وخامته كمان متينه وجميله قوي يا عموره، تسلم ايديك. هنا بقى الحوض والحنفيه الجميله. الله، تحبي اشغلهولك؟ هو كمان بيشتغل بالكهرباء؟ ايوه طبعا، امال ايه، ده حديث. ده صوته جميل قوي يا بابا. وهنا هنعلق المعالق بتاعتنا. شوفي بقى الدرف اللي فوق دي كمان. يا سلام يا سلام، لا ده حاجه جميله قوي قوي، تسلم ايديك يا عمر. انا فعلا فعلا دي احلى هديه جاتلي في حياتي. ربنا يخليكي لينا يا منى يا حبيبتي، دي حاجه بسيطه قوي قوي على التعب اللي بتتعبيه معانا كل يوم علشان تعملي لنا الاكل والحاجات الحلوه من ايديكي. ما نتحرمش منك ابدا يا ماما، ولا منك يا بابا، ربنا يخليك لينا ودايما تفاجئنا. ربنا يخليكوا ليا يا حبايبي، ربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكوا ابدا. ربنا يخلينا كلنا لبعض. وانتي كمان يا منى يا حبيبتي. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت، هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديده اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله، قناه العابي. باي باي يا اصحابي.